دلوقتي فقرة الأسئلة السريعة مع ثعلب نادي الزمالك كابتن حازم. اسم حازم إمام وانتمائه لنادي الزمالك دايما في ناس بتبقى حابة ان هي تحطه في جملة مفيدة او اي حاجة بس عشان تهاجم بيها. في ناس المتعصبة والناس المريضة بتعمل كده. طبعا وده في كل حتة يعني. في ناس متعصبة بتشوف ان انت زملكاوي يبقى انت ما بتحبش الاهلي وبتغل على الاهلي وبتضيع الاهلي، او في ناس بتشوف كده بس مش كل الناس الحمد لله. بس في ناس بس مش كله يعني. حازم امام نسخه واحده في جيله، مين دلوقتي اللي بتشوفه حازم امام؟ شيكابالا هو دلوقتي في عامل شغل كويس والناس بتحبه وعنده كاريزما كبيره وفي النادي من هو عيل صغير. فان شاء الله يبقى امتداد وبعد ما يبطل يعني. هو غالبا قال انه هيبطل السنه الجايه، يفضل في نادي الزمالك وكادر كويس في نادي الزمالك اكيد يعني، يلم الناس حواليه يلم اللعيبه الصغيره حواليه ويبقى كادر كبير ان شاء الله باذن الله. لو مشجع زملكاوي من الجيل الجديد، ايه الماتشات اللي انت تقوله لا اتفرج على الماتشات دي؟ لينا احنا؟ بالظبط ليك انت. علينا؟ ماتشات بقى 2002 و2001 و2003 و2004 يعني هدف الاسماعيلي 99 الاهلي يعني هينبسط شويه. ان شاء الله شويه يا كابتن لا هو الجيل كله كان يعني انا كان محظوظ. خلي بالك يعني ناس كتير ناس تقول لك شيكابالا ما بياخدش بطولات وبتاع، لان هو قعد كتير فتره في اللي كانت فتره مشاكل اللي بكلمك فيها دي. ما كانش عندنا يعني، انا بطلت بسبب الموضوع ده. ما فيش الفرقه ما بتقواش، ما فيش لعيبه بتيجي كتير كويسه. ممكن لو كنا واقفين على رجلينا ونجيب لعيبه جامده كنت كملت خمس ست سنين كمان. بس فكره دايما انت ما بتجيبش لعيبه قويه، ما حدش بيكسب لوحده. انت ما بتلعبش تنس، لازم معاك فرقه كويسه. فانا كنت محظوظ معايا فرقه جامده فعشان كده كسبت. لو ما فرقه ما بقتش جامده الدنيا بتبوظ منك، اثرت عليك مش ممكن مهما كان اي لعيب. يعني ميسي خسر 8 من بايرن. حد توقع فرقه برشلونه تخسر 8 من بايرن؟ لكن لما الفرقه وقعت وهو لوحده، هو نجم وكل احسن لعيب في العالم، بس هيعمل ايه لوحده؟ هو ما بيلعبش تنس زي ما بقول لك يعني. فلازم اي فرقه كويسه يبقى فيها طبعا نجم كبير، لكن لازم يبقى فيه لعيبه كتير كويسه يعني. فانا كنت محظوظ ان كان معايا لعيبه سوبر ستارز يعني. مين اللعيب اللي حازم امام كان عايز يلعب جنبه وما لعبش؟ زمان جمال عبد الحميد نفسي اتمرنت معاه بس بطل. لعيب كبير قوي، انا كنت بحبه. انا بحب 14 من كابتن حسن طبعا، بس الاكتر كابتن جمال، لان انا شفت كابتن جمال يعني كتير. كنت كبرت يعني، كابتن حسن كنت صغير شويه حياتيش قوي، لكن كابتن جمال كان عالمي يعني. مين اللعيب اللي حازم امام عايزه ينضم للزمالك؟ عايزه ينضم للزمالك؟ في الدوري المصري ولا عامة بره او جوه؟ الدوري المصري في لعيبه كتير يعني، في لعيبه كتير كويسه يعني. في ناس بتتكلم على بن شرقي، رمضان. يا ريت بن شرقي يجي طبعا، رمضان طبعا يا ريت، ربنا ان شاء الله يحل مشكلته دي. مين تاني؟ طارق حامد يرجع تاني. انا بحب طارق جدا جدا. متهيألي طارق ممكن يرجع الزمالك بعد ما بس لسه قدامه سنه كمان في ضمك. معرفش بعد كده هيبقى عامل ازاي، بس طارق من اللعيبه اللي ادت الزمالك كتير قوي، ولعيب راجل ولعيب يعتمد عليه يعني، تديله مسؤوليه. المنتخب طبعا طبعا ادى المنتخب وادى نادي كتير بصراحه كابتن طارق حامد. طب كابتن، افضل مدير فني في تاريخ نادي الزمالك اجنبي؟ اللي اتعاملت معاهم من وجهه نظري فنجادة وكابرال، هما الاثنين دول. مين من وجهه نظرك بقى اخر حاجه اللعيب الاحرف من حازم امام؟ عبد الستار. ستار صبري. في ناس كتير قالت كده عبد الستار يعني. بص حديدة. الواحد يعني كنت دايما مش غرور، بس كنت بحس ان ما حدش يعرف. فتره من الفترات بتحس ان انت في حاجات كده دماغك بس بتعرف تعملها. فعبد الستار كان بيعمل الحاجات اللي في دماغي وانا بتفرج عليه فاهم، ويعملها اكتر كمان. هي حاجات مش محسوسه يعني، قصدي مش ملموسه بس محسوسه. اللعيبه تفهمها شويه. انت تبقى عايز تعمل حاجه، ممكن تقعد بره في متفرجين يعملوا كده، يبقى ما تعمل كذا تلاقي انت بتعملها فالناس تحبك اكتر يعني. على ستار كان كده بصراحه يعني، ما تبقاش عارف هو هيعمل ايه وفجاه تبقى يعدي. فاهم؟ هو كان حريف جدا. حريف.